دبية. سعيد من ألمانيا، وأنا أشكره على وصله وصبره أيضا علي، أحيانا لا أعرض أسئلته. ماذا تنصحون لإخوة الذين دائما يشككون في إسلامهم بسبب وسواس كفري؟ يعني يقول الشهادة وينطق الشهادة مرات في الأسبوع لأنه يظن أنه ارتد عن الدين، ما التوجيه؟ وبالنسبة للإنسان إذا دخل الإسلام بالشهادتين ولم يأتي بناقض، الأصل أنه مسلم، لكن أحيانا قد يفتح الشيطان على هؤلاء أبوابا من الوساوس حتى يكون الإنسان في تردد وفي شك وفي اضطراب وعدم ارتياح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الصحابة إن الرجل منا ليجد في نفسه لئن يقع من يخر من السماء أهون من أن يحدث بما في صدره، قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، ذلك صريح الإيمان. أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الشيطان له عمل، أحيانا يشككه من خلقك ويتدرج به كما جاء في الصحيحين، حتى يقول: من خلق الله عز وجل، فإذا وجد شيئا من ذلك فليقول: لا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأقول الشيطان قد يفتح على الإنسان أبوابا من الشر والبلاء، ويشككه في طاعة الله عز وجل، يشك في إسلام، في طهارته، في صلاته، وهو يتدرج به إلى أن يصل به إلى أعظم الشك، وهو الشك في توحيده وإسلامه. أقول: لا يلتفتوا إلى هذه الأمور ولا يعولوا عليها، والله عز وجل لن يؤاخذهم بما حدثوا به أنفسهم، لن يؤاخذوا به ولو كان أكفر الكفر ما لم يقولوا أو يعمل. أحسن الله. أبو عبد الله.